السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بالأصدقاء الأعزاء الشرفاء النزهاء النزهاء. الرشوة بدون لف ولا دوران، ودرتو شوية في على ضوء هذا المقال. تتهاطل التقارير الدولية وغير الدولية منددة بالرشوة في إدارتنا، كما يتواصل ترتيب بلدنا كبلد تتفشى فيه الرشوة فسوء التدبير في الإدارة، ولا تغيير ولا جديد حقيقي يذكر. قال أحدهم الحكام ذات قرن القرون في أقطار أخرى شمالية، ما معناه؟ إذا أردت أن لا تحل مشكلا فعين له لجنة. ولدينا اليوم من اللجان والهيئات والمنظمات ما يكفي ربما لأن نقول بأنها لجان وهيئات ومنظمات نجحت فعلا، ولنقول عن غير قصد، في تفادي حل إشكالية الرشوة في بلدنا الحبيب، سواء كانت الرشوة تتعلق بالإدارة العمومية أو بالشركات الخاصة أو متفشية في المجتمع ككل. توجد بالدول الغربية المتقدمة صناعيا لجان وهيئات ومنظمات تعنى بمحاربة الرشوة، لها فروع في الدول النامية، فتقوم بإصدار تقارير دورية لا يأباه لها أحد من العالمين. النزهاء الشرفاء والمرتشين الفاسدين على حد سواء، فهي إذا دول غربية متقدمة صناعيا أرادت عدم حل مشكلة الرشوة في الدول النامية فعينت له لجان وهيئات ومنظمات. بين قوسين هذا حول هذه النقطة، هذه طبيعة الحال بحال اللي فايت وضحت في الكتاب ديالي مؤامرة السلمية ديال التخلف، على أن الدول المتقدمة تعطينا حتى شي مفتاح ديال التقدم، لأن الدول المتقدمة والغربية تتغذى من تخلفنا، ما دمنا متخلفين هما رابحين، وهما ماشي حماق يعطينا مفتاح التقدم. طيب، هذه الفكرة اللي كنت طرحت في الكتاب كومبلو باسيفيك كونتر لو سو ديفلوبمون اللي كيخصنا ننتبهوا لها مزيان. طيب، إلا بغينا نتقدموا راه ما يعاوننا حتى شي واحد، كيخصنا حنا ناخذوا القرار وبالإرادة ديالنا، وأول خطوة هي محاربة الرشوة اللي متفشية في المجتمع، وراه فايت هضرت عليها في ديك واحد الفيديو قبل هذا تحت عنوان في موضوع الرشوة. طيب، قلنا إذن فهي إذن دول غربية متقدمة صناعيا أرادت عدم حل مشكل الرشوة في الدول النامية فعينت له لجان وهيئات ومنظمات حسب حكمة ذلك الحاكم الذي نطق ذات قرن، وهذه معروفة في القرون ذات قرن القرون، فقال إذا أردت أن لا تحل مشكلة فعين لها لجنة. ولعله قصد الهيئات والمنظمات أيضا، فحسب هذا الطرح الغربي المحض النظام العالمي لا يريد وضع حد للرشوة في الدول النامية. النظام العالمي لا يريد وضع حد للرشوة في الدول النامية، يعني حسب هذا الطرح. طيب، ولعل لذلك أسباب موضوعية مفهومة لا تهمنا في هذا المقال. اللجان والهيئات والمنظمات الوطنية وغيرها المحاربة للرشوة، وكذلك الهيئات محاربة لنهب المال العام، وما نهب المال العام سوى نتيجة حتمية للرشوة، تتواجد في بلدنا الحبيب، يعني هذه الهيئات والمنظمات، منذ سنوات طويلة، ولا يمكن أبدا أن نستخلص أن تواجدها قدم ولو بداية حل لأزمة أو آفة الرشوة، رغم نضال بعض المناضلين وصدقية بعض خطاباتهم. فالخلاصة الموضوعية اليوم كالتالي: فشل أو عدم جدوى كل تلك الهيئات والمنظمات واللجان التي كلفت أو تكلفت بمحاربة الرشوة، سواء كانت تابعة للحكومة أو الدولة، أو مستقلة عن الحكومة أو الدولة، أو تابعة للدول الغربية المتقدمة صناعيا. طيب، ولكن ما الحل؟ الحل في الوظيفة العمومية. محاربة الرشوة لا يمكن أن تتم فعليا إلا من طرف الموظفين العموميين، يعني
كل الرتب ديالهم سواء كانوا رجال سلطه ولا كذا ولا كذا ولا موظفين في مجال اخر الى اخره. الحل في الوظيفة العمومية محاربة الرشوة لا يمكن أن تتم فعليا إلا من طرف الموظفين العموميين في إطار إنجازهم لمهماتهم للمهمات العادية، إنجازهم للمهمات العادية التي يتكلفون بها في شتى التخصصات. لا يمكن محاربة الرشوة سوى من طرف رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح في كافة الإدارات العمومية وفي كل الوزارات. محاربة الرشوة هي مهمة رؤساء الأقسام والمصالح، وهي مهمة تلقائية وبديهية لا تحتاج لتعليمات. يكفي أن يكون الرئيس نزيها لا يتسامح مع الرشوة أبدا ليستقيم القسم بأكمله أو المصلحة بأكملها. ولكن أين هم نزهاؤنا من الموظفين العموميين الذين لو سنحت لهم الفرصة لما تساهلوا أبدا مع الرشوة؟ إنهم خائفون، حائرون، تائهون، يتسترون، يخفون انتماءهم لفصيلة نزهاء الشرفاء، بل في بعض الأحيان يتظاهرون تقية بعدائهم للشرفاء النزهاء حتى لا تطالهم أيادي البطش وأيادي الظلم الإداري الفظيع. والله أعلم بطبيعة الحال وكل الأحوال، الله أعلم. ألم يحين الوقت بعد لأن نقر ونعترف بأن الهيئات والمنظمات العمومية والخاصة التي تعنى بمحاربة الرشوة لا تصلح لشيء فعلي يذكر؟ فإذا كانت الهيئة حكومية تابعة للدولة فمسؤولوها معينون من طرف الإدارة وبرضاها، وبالتالي فهم من المسؤولين الذين يدخلون أيضا في خانة الخائفين من فقدان مناصبهم. وأما إذا كانت الهيئة مستقلة عن الحكومة والدولة فمسؤولوها يواجهون مثلا مشكل تمويل أنشطتهم ويلجأون ربما مرغمين لمد يدهم لبعض الأغنياء لمواجهة بعض المصاريف من تنقلات وأصفار وما يقتضيه ذلك من توفير قاعات لعقد ندوات ومن غرف في الفنادق ومن طعام للمناضلين، الشيء الذي يجعل الهيئة المعينة تدخل في صنف الهيئات الخاصة وليس في صنف الهيئات المستقلة بحكم الواقع ورغم حسن نية هذا وذاك. وعلى كل حال فسواء كانت الهيئة حكومية أو غير حكومية فهي لا تقوم على أرض الواقع سوى بكتابة تقارير لا غير. والتقرير يمكن أن يكتبه أن يكتب والتقارير يمكن أن يكتبها أن يكتبها أن يكتبها بلا أي مصاريف كل مواطن غيور منصف ونزيه يعرف الكتابة دون أن يكون منتميا لهيئة من الهيئات التي تختص في محاربة الرشوة. وبسرعة ودون إطالة فيما يتعلق بالرشوة من أجل الحصول على حق مشروع دون تماطل، فالحل السهل للغاية. فإذا كانت بعض الهيئات تقول مثلا بأن القوم اعتاد على دفع 10 أو 20 درهم رشوة لعون السلطة الذي لا تكفيه أجرته الهزيلة من أجل الحصول على شهادة السكنة في كثير من الأحيان، وبالتالي فيستحيل محاربة الرشوة دون أن تقدم تلك الهيئات حلولا جريئة وفعلية. فلعل الحل مثلا في أن يتم فرض حوالة من فئة 10 دراهم تلصق على شهادة السكنة ويختم عليها لفائدة عون السلطة على أن يكلف على أن يكف العون عن مد يده لدفع الضرائب، وحينئذ لن يدفع أحد رشوة من أجل الحصول على شهادة السكنة دون تماطل أو عرقلة حين سيعلم بأن عون السلطة يتقاضى زيادة على أجرته 10 دراهم عن كل شهادة سكنة يمنحها لمن له الحق في أن يحصل عليها. ويمكن ربما إعمال نفس المنطق فيما يتعلق مثلا في منح بعض الرخص كرخص البناء أو التأشيرة على تصاميم البناء من قبل المهندسين في الوظيفة العمومية. وهناك الكثير من المقترحات الأخرى التي ربما يعلمها الجميع في الإدارة فللعين الإطالة. وأما فيما يتعلق بالرشوة من أجل الحصول على شيء غير مشروع فالحل في إعطاء القدوة الحسنة بتشجيع النزهاء الشرفاء والكف عن محاربتهم بالتهميش والإبعاد والمحاكمات والتخويف والتقليل من شأنهم ومن أهميتهم. هذا الفكرة هذه سنظل نعيدها حتى
يعني توصل للناس اللي غيمكنهم يطبقوها على ارض الواقع، حيت راه ما غيمكنش يعني الرشوه نبقاو غير نهضروا عليها بلا فايده، ما دمنا يعني نقولوا بعض الادارات كتهمش وكت يعني كترفض كاع هذوك النزهاء اللي يعطوا القدوه واللي قادرين يعطوا القدوه الحسنه في مجال محاربه الرشوه يعني والعمل النظيف والشفافيه الى اخره. طيب قلنا اذا نعاودوا الفكره، اذا واما فيما يتعلق بالرشوه من اجل الحصول على شيء غير مشروع، هذيك الاولى من اجل الحصول على شيء وثيقه مشروعه، مثلا شهاده السكنه من حق الانسان يتوصل بها وكيطلب له داك العون 10 دراهم ولا 20 دراهم ولا كيماطلو كيديه يجيو. اذا حنا قلنا غنديروا واحد التنبر يتلصق ديك شهاده السكنه يمشي لصالح داك العون السلطه ولا المقدم اللي كيعطي داك اللي كيدير البحث الانجاز هذاك من اجل انجاز شهاده السكنه. وهذيك 10 ولا 20 درهم فوت عليه ياخذها المقدم في واحد الشكل من الذل والهوان والاهانه، وبالنسبه للمواطن كيكون ابتزاز الى اخره الى اخره. حنا غنديروا له التنبر تولي حق من الحقوق ديالو المشروعه ياخذها من عندك المواطن عن طريق التنبر باش ما يدوروش فلوس ما بيناتهم. التنبر في اخر الشهر وفي اخر هذا يحسبوا له شحال من التنبر يعطيوه هذا كحل. يعني الا كانت هاد الاجره ديال هاد الناس هادو ما كافيهمش ولمواجهه مصاعب الحياه الى اخره، الله يكون في العون للجميع. يا ولكن يعني واخا كاين واحد الموضوع اخر في هذا النسق هذا ديال التقاليد ديالنا حنا في المغرب، اللي كاين بعض شي وحدين اللي كيخلطوا بين التقاليد والاعراف المزيانه ديالنا مع قضيه الرشوه. مثلا مثلا الانسان اذا كان دوز لا كارير ديالو في التدوار والتدويره، وهذا حقا جاب له كادو وهذا حقا جاب له هذا وتحت شعار المغاربه كرماء فين ما مشيت كيعطيونا نتعشاو ونتغداو الى اخره الى اخره. لا المسائل ما تقالش لهذا الجيل الجديد ديال دابا، ما خصهاش تقال. لحقاش هذيك القضيه ديال المغاربه كرماء الى اخره الى اخره، وكرماء مع من؟ مع الضيوف ديالهم، مع الضيوف اللي كيعرضوا عليهم يجوا عندهم كيكرموهم وكيديروهم وكيتصدقوا، يعني الا كيلقاش واحد ما عندوش كيعطيو له. ولكن كيكون الانسان موظف عمومي وجاي في مهمه ولا الى اخره الى اخره، وياخذ من عند الناس مثلا واخا حتى غدا ولا عشاء بلا مناسبه ولا كذا، هذه ما عندها حتى شي معنى، حيت هذاك راه كيكون مضطر تقريبا كيقولوا الحسن الكابا ولا يعني دير معاه مزيان خوفا منه. اذا هذه افكار ما خصهاش تقال. الا كان شي الناس اللي عندهم تجربه قدام وعاشوا في واحد الجو ديال هذا الشيء هذا، خصهم يبقاوش يعاودوه للصغار دابا الاجيال الصغيره باش يكبروا احسن هما، يكبروا كقيا ما بلا هذا داك فهمتيني. يعني حنا كنطمحوا يكونوا كاع الاجور ديال الموظف العمومي من الصغير للكبير كتكفيه، ولا ما كانش هو الحل. حنا كنقولوا بالنسبه للمقدم ولا للشيخ ولا العون السلطه، غادي شهاده السكنه اللي كانت كتردد ديما كانت حتى هذا راه كنهضروا على 2014، انا المقال 2014 كانت كتردد هذه القضيه. الحل نديروا تنبر داك المقدم ديك 20 درهم ياخذها قانونيه، وداك المواطن يبقى شي كيشعر بابتزاز وبسميتو ولي داكشي نقي. ولهذا دوك الناس القدام اللي كيبقاو يعاودوا القضيه المغاربه كره ما كيبغيو يتهلاو وكيبغيو يديروا تهلا يا ما تهلا، خصها ما تبقاش تقال، استروا هادشي اللي دوز هادشي سكت ما عاودش يعاودوا، يعاود المسائل الاخرى اللي كت يعني اللي غادي تنفع الشباب الى اخره. واخا قلنا اذا هذيك بالنسبه من اجل الحصول على وثيقه مشروعه يعني قانونيه راه كتكون فيها هذا، قلنا غنعالجوا هذيك التنبر ولا شي حاجه. واما فيما يتعلق بالرشوه من اجل الحصول على شيء غير مشروع، فالحل في اعطاء القدوه الحسنه للتشجيع. قلنا بتشجيع نزهاء الشرفاء والكف عن محاربتهم بالتهميش والابعاد والمحاكمات والتخويف والتقليل من شانهم ومن اهميتهم، ومن اجل طمانه الاداره فيما يتعلق بالسير العادي. ومن اجل طمأنة الاداره فيما يتعلق بالسير العادي لمرافقها، السير العادي لمرافقها. ياك خدنا واحد الوحده اداريه مثلا وكان السير العادي ديالها في اطار التدويره وهكا مزيان، هذاك سير عادي حنا كنقولوا هنا دابا. اذا من اجل طمأنة الاداره فيما يتعلق
بالسير العادي لمرافقها رغم رد الاعتبار للشرفاء النزهاء. هادو غيجيو واعرين غيدخلوا لديك الوحده الاداريه وغادي يبلوكيو كلشي، كلشي مولف التدويره جاو هادو وقفوها ولا هاد خينا جا وقفها في ديك الاداره ما بقاش كدور كاع نهائيا. يعني كاين تخوف ان داك المرفق الاداري ما يبقاش داير العاز، ما تبقاش دايره كما ينبغي، ما تبقاش دايره مزيان حتى تكون عرقله. وشكون اللي غيعرقل؟ النزيه الشريف. واش سبحان الله العظيم كي كتولي الامور ومنين كتفشى الدائره ديال الرشوه كيولي داك النزيه الشريف الا دخل في ديك الدوامه غادي يعرقلها ويوقف الاداره، هو اللي غادي يوقفها. وكيفاش غنديروا الحل لهذه القضيه هذه؟ مزيان. اذا غادي يوقف السير العادي المرفق العام ولا ديك الوحده الاداريه المعنيه. ومن اجل طمأنة الاداره فيما يتعلق بالسير العادي لمرافقها رغم رد الاعتبار لنزهاء الشرفاء، هناك مقترحات لا يجب ربما عرضها على الملاء او الحديث عن نوعيتها قبل الشروع في تطبيقها. هكا قلت دابا وتهنيت انا، لانها مقترحات تتعلق بمنهجيه عمل يمكن ان تلقن لكل مسؤولي الادارات العموميه في المعاهد والمدارس العليا. ونحن نرى الاشاره يعني ان كيكون تخوف من التغيير. يعني الناس مولفه واحد مولفه هذيك مسائل اللي كيسميوها بمسميات شتى، من دهن السير دهن السير يسير القهوه القهيوه المسائل كيقولوا لها عاوتاني تدويره ما عرف ذاك الشيء، حتى غادي توقف سوبيتمون غيوقف هذا التعامل ما غيبقاش. يعني ذاك الموظف ولا ذاك المسؤول غيولي ما عنده غير الاجره ديالو سالينا حتى حاجه اخرى. يعني كاين تخوف. الوغ الا جبنا له واحد النزيه شريف يعني ما عندوش مع الرشوه نهائيا وما يمكنش الاداره اللي يكون غيسيرها غادي يخلي الدور ولو سنتين واحد تما. اذا كيكون تخوف شنو خصنا نديرو؟ اذا طمأنات هذوك الناس هذوك الموظفين ولا هذوك المسؤولين اللي غيكونوا غادي يعملوا مع هذا الرجل هذا اللي غادي يوقف الرشوه في ديك الوحده الاداريه. طمأناتهم وكيفاش غنديرو؟ هي اللي قلت فيها لأنها مقترحة تتعلق بمنهجية عمل يمكن أن تلقن لكل مسؤولي الإدارات العمومية في المعاهد والمدارس العليا. واكتفيت بهذا الإشارة، ربما من بعد نقولها نشرح أكثر. يعني لحد الآن أنا كنقول بأن كاين مسائل اللي ماشي كلها كتكون على العموم، حتى إلا كان شي استراتيجية كيخصها تكون يعني بالتشاور بالمسائل وهذا عاد كنقولوها، ماشي كنجيو نبداو نعاودو غير خرايف جحا. لن نستطيع محاربة الرشوة بالهيئات والجمعيات. الإدارة هي صاحبة القرار، فهي لا تتلقى الأوامر من الهيئات والجمعيات، كما أنها لا تتأثر بضغوطات الهيئات والجمعيات قيد أنملة فيما يتعلق بمحاربة الرشوة ولو تظاهرت بذلك. حتى هذه فكرة مهمة، لأن احنا عندنا الإدارة قوية. يعني أنا ماشي نقول أن الإدارة فيها عيوب صافي، لا، أنا إدارة قوية جدا، وكاين واحد الشرح لهذه الأمور هذه. إدارة لا تتأثر بضغوطات الهيئات والجمعيات قيد أنملة فيما يتعلق بمحاربة الرشوة. وما تنساوش الفكرة اللي قلت قبل أن الدول الغربية هذيك الدول المتقدمة لا تريد لنا أن نكون دولة أو إدارة بدون رشوة. الإدارة ديالنا يعني تكون ما تكونش فيها رشوة، كما أنها دول ما تبغيناش نتقدموا لأنها تقتات من تخلفنا. وهذا موضوع عريض وكبير، يعني بغض النظر للعلاقات الودية وكل شيء، وهذا الشيء راه عادي، أمور عادية، يعني أمور عادية ماشي يعني ما فيها لا هذا ولا هذا. إلا بغينا نتقدموا راه ما نقدروا نعولوا على حتى شي واحد غير على راسنا بوحدنا فقط، مع الاحتفاظ بجميع العلاقات ديالنا الطيبه مع جميع بلدان العالم الحمد لله، ولكن ما نعولو غير على راسنا. ما يمكنش نجيبو دوله اخرى تحيد لنا الرشوه هنا، لا راه ما يمكنش، راه حنا اللي غنحيدوها وبالعقل وبالافكار السليمه وباتاحه الفرصه للناس اللي يقدو يحيدوا هذه الرشوه. حيت كاين الناس اللي يقدروا يحيدوها
يعني بحال الشعره من العجين، يعني ما يخاف حتى واحد. دابا داك التخوف هو اللي كيخلي لك رد الفعل، ردة الفعل كتكون واعره وكت يعني وكتظهر في التهميش وفي الملاحقات القضائيه الى اخره الى اخره الى اخره. ونتمنوا ان شاء الله شي نهار نديروا شي اجتماع مع الناس اللي يعني كيشاركوا هذه القضيه ديال محاربه الرشوه، ونناقشوا هذه الامور. طيب كل ما يمكن فعله هو اقناع الاداره بضروره محاربه الرشوه، فالاداره لديها ما يكفي من الكفاءات النزيهه المهمشه، كما ان الاداره تعرف كيف يمكنها وضع حد الرشوه في بلدنا الحبيب. تخيل هذه فكره قلتها في الصميم على ما اظن. كل ما يمكن فعله هو اقناع الاداره بضروره محاربه الرشوه، يعني الاداره اللي ما اقتنعتش الواحد ما يبقاش يصدع راسه. فالاداره لديها ما يكفي من الكفاءات النزيهه المهمشه، كما ان الاداره تعرف كيف يمكنها وضع حد للرشوه في بلدنا الحبيب. الاداره عندنا قويه، الاداره المغربيه اداره قويه جدا ومتينه. بقات خاصنا غير هاد الثقه، تكون ثقه ما بين المسؤولين، بعض المسؤولين في الاداره يعني راهم بزاف كوميم، واطر نزيهه مهمشه ولا الى اخره، ولا ما كتبغاش ولا الى اخره الى اخره، باش نقدروا كاين الثقه. الثقه اذا كانت الثقه ما بين هاد الاطراف بجوج راه غنقدروا نحيدوا الرشوه، ولا حيدنا الرشوه راه حنا غنتقدموا في ظرف وجيز جدا. حيت العبقريه المغربيه وكنت شرحتها في هذا الكتاب ديالي كومبرو باسيفيك كونتر لو سو ديفلوبمون، راه فيه افكار مهمه واخا قديم 2011، ولكن فيه مسائل اللي غادي اللي كتحفز الذهن والفكر الى اخره الى اخره. طيب قلنا كل ما يمكن فعله هو اقناع الاداره بضروره محاربه الرشوه، فالاداره لديها ما يكفي من الكفاءات النزيهه المهمشه، كما ان الاداره تعرف كيف يمكنها وضع حد للرشوه في بلدنا الحبيب. تعرف طبعا لان لديها اطر نزيهه كفأة ولكنها مهمشه، والاداره كتعلم هذا الشيء هذا، ولكن ما لقاش كيفاش دير تحل هذه المعضله هذه. لابد ان يكون المغرب قدوه للمغرب العربي ولافريقيا في مجال محاربه الرشوه بصدق واخلاص، فالمغرب سيكون له ان شاء الله مستقبل واعد جدا ان هو فعلا دخل عهد الشفافيه. لن يساعد الغرب المغرب في القضاء على الرشوه، الواحد ما يصدعش راسه. لن يساعد الغرب المغرب في القضاء على الرشوه، ولكن الغرب سيضطر لاحترام المغرب وسيتعامل معه على قدم المساواة إن المغرب قرر فعلا وضع حد للرشوة، لأن المغرب يتوفر على نظام قوي أمره مطاع، بإمكانه محو الرشوة من أذهان وعقول الناس، إنها مجرد مسألة إرادة حقيقية. وهكا كملت كنت هذا المقال، وهذه كنعتبرها وثيقة مهمة، لحقاش هذا السيدي يوم الثلاثاء 11 مارس 2014، مقال قديم أيضا، ولكن فيه شي مسائل مازال كتعلق ب 2021 فلا بأس. قلنا المغرب بلد قوي، إدارة المغرب إدارة متينة، الغرب ما غيساعدناش باش نحيدوا الرشوة، لأنه لا يريد لنا أن نتقدم باش تبقى الهيمنة ديالو كاينة، ولكن حنا نقدروا نحيدوا الرشوة ونقدروا نتقدموا. هنا كنقول بأن المغرب لابد أن يكون قدوة لإفريقيا إلى آخره إلى آخره، والمغرب غتكون عنده مستقبل في إفريقيا إلى آخره. ومن 2014 2021 راه كان المغرب عنده يعني امتداد في افريقيا اقتصاديا والى اخره، وحقق انجازات مهمه جدا. ونتصوركم ما كانش عندنا هذا العائق ديال الرشوه في الداخل، يعني
الجبهات الداخليه عندنا مضعضعه باش بالرشوه. الى تحيدت الرشوه غنكسبوا احترام دول كبيره، وديك الدول راه صديقه ديالنا الان في العلاقات الدبلوماسيه الى اخره موضوع. ولكن الى حين الرشوه والاداره ديالنا تنظفات ولا الانصاف وتم رد الاعتبار النزهاء الشرفاء، راه المغرب غادي ترتفع واحد الدرجه مهمه، وغتولي يعني وغيكسب احترام اكثر.